تستعد عدد من الدول الأوروبية لإتاحة حرية التنقل مع كافة دول الاتحاد الأوروبي مع تراجع أعداد الإصابات بشكل واضح، وستتيح كل من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا واليونان حرية التنقل من وإلى دول شنغن، بينما ستقوم النمسا بالأمر ذاته منتصف ليل الاثنين، في حين تعتزم أسبانيا الإقدام على هذه الخطوة في 21 من يونيو، أما البرتغال فقررت فتح حدودها مطلع شهر يوليو القادم. في السياق ذاته ألقى الرئيس الفرنسي منذ قليل كلمة رسمية وسط دعوات لتسريع عملية رفع تدابير العزل. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بكم. إذن عدد من الدول الأوروبية تتجه لإتاحة حرية التنقل مع كافة دول الاتحاد الأوروبي، أيضا كان هناك كلمة للرئيس الفرنسي تحدث فيها عن أنه من المهم التعايش مع هذا الفيروس مع شكل من أشكال فتح الاقتصاد. تتجه أوروبا إلى تخفيف كل قيود الإغلاق، برأيك هل هذه الخطوة جاءت في توقيتها أم سابقة لأوانها؟ طبعا الآراء تختلف بهذا الخصوص، لا سيما بعد اكتشاف عودة الوباء ولو بشكل خفيف في الصين. نعم. حيث تم كشف عن نحو 50 إصابة بفيروس الكورونا، ولكن هناك حاجة لدى الشعوب الأوروبية أن تعود إلى الحياة الطبيعية، وكما قال الرئيس الفرنسي على الشعوب أن تتعايش مع الفيروس. هذا يعني كما يحدث الآن، الجميع يرتدي الكمامات في وسائل النقل، في المحلات التجارية. ما زال هناك تخوف من السلام باليد إلى آخره، وأيضا الجميع يبتعد أكثر من متر ونصف عن الآخر عند في الشوارع إلى آخره. فبالتالي هذا هو النوع من التعايش الذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي. كما هو ملاحظ، عودة الحياة إلى طبيعتها تختلف، وفتح الحدود تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك نعم تختلف في التوقيتات والمواعيد ولكن ليس في الهدف. يعني في نهاية الأمر معظم الدول في أوروبا ستفتح حدودها. طبعا، وطبعا سيتم الكلام أيضا، المفوضية الأوروبية أوصت بفتح الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ابتداء من اول يوليو القادم، الشهر القادم. ولكن ايضا هناك سيتم وضع قائمه للدول التي من الممكن السماح لمواطنيها القدوم الى دول الاتحاد الاوروبي، وذلك تبعا لمدى وحجم انتشار الوباء وهل ما زال موجود في تلك الدول ام لا. طبعا الحياه الاقتصاديه هامه هنا، على الرغم من ان المفوضيه الاوروبيه خصصت والحكومات الاوروبيه خصصت اموال طائله من اجل تعويض المتضررين عن عمليه الاغلاق، وايضا مساعده الحكومات كي تدفع التكاليف الطبيه لانتشار الوباء، ولكن مع ذلك الاقتصاد الاوروبي سيعاني خلال العامين القادمين. صحيح، يعني وقد ذكر الرئيس الفرنسي انه عدد من الشركات ستعلن افلاسها. الكثير من الشركات، لا سيما شركات الطيران، شركة الخطوط الفرنسية أعلنت قدرت خسائرها بنحو 2.5 مليار يورو، وهناك شركات أخرى، شركات طيران استغنت عن نحو 3000 موظف من موظفيها، وهو عدد العاملين لديها. فبالتالي الأوضاع على الساحة الدولية، الأوضاع الاقتصادية للعديد من الشركات الخاصة العالمية ستكون سيئة نوعا ما، وطبعا ستحاول دول الاتحاد الأوروبي التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المال الأوروبية الوقوف في وجه هذه الأزمة ومساعدة تلك الحكومات والشركات لإيجاد حلول لها. فيما يتعلق بالأشخاص الذين تم وضعهم على قائمة البطالة المؤقتة، الاتحاد الاوروبي خصص مبلغ 150 مليار يورو لدفع هذه المبالغ للحكومات على ان تدفعها ايضا للعاطلين عن العمل بشكل مؤقت وتعوض الشركات الصغيره. لكن الكثير من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون استمرار الازمه
خلال العامين القادمين. نعم، ولكن هذه الخطط من قبل الحكومات لتعويض من دخلوا في قطاع البطالة، لتعويض شركات، يعني هذه الخطط التي تتكلف مليارات اليوروهات، إلى أي مدى يستطيع الاتحاد الأوروبي تحمل هذه التكلفة؟ الأموال التي تم تخصيصها لهذا الغرض هامة جدا. يعني كان هناك خطة بين 550 مليار يورو، 100 مليار من أجل دفعها للعاطلين عن العمل بشكل مؤقت، و200 مليار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، و250 مليار لمساعدة الحكومات على مواجهة أزمة الكورونا، الكريسة الصحية الطبية إلى آخره. وطبعا جزء من هذه الأموال سيتم الحصول عليه من أسواق المال العالمية بضمانها من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والتوزيع يتم حسب تضرر كل دولة من انتشار الوباء. يعني إيطاليا وإسبانيا سوف تحصلان على حصة الأسد كما يقال. نعم. بهذا الخصوص. شكرا لك على هذا التحليل، كنت معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية، وعبر سكايب من أثينا معنا الأستاذ عبد اللطيف درويش المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ عبد اللطيف. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني كما ذكرنا من قبل أنه عدد من الدول الأوروبية بتتجه الآن لإتاحة حرية التنقل لتخفيف قيود الإغلاق، يعني دول عدة مثل ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، اليونان وإلى غيرها حرية التنقل من وإلى دول شنغن، وبعد ذلك ستفتح لغير دول شنغن. هل تعتقد أن هذه الخطوة جاءت في معادها الصحيح أم هي سابقة لأوانها؟ هي الحقيقة في الأمر مجازفة، حتى اليونان حاولت أن تستثني بعض الدول الأوروبية كهولندا وإسبانيا وإيطاليا، ولكن الاتحاد الأوروبي لم يسمح بذلك. ستبدأ على سبيل المثال غدا اليونان باستقبال أول طائرة من قبرص، والرحلات العالمية أو الشركات العالمية ستبدأ من واحد من الشهر الأول، اليوم الأول من الشهر السابع جولاي. فبالتالي هناك مجازفة، هناك المطلوب من المواطنين التعاون مع الدولة والالتزام بإجراءات النظافة أو الوقاية بموضوع الكمامات، المسافات الاجتماعية، لكن هناك مجازفة كبيرة واحتمالات للعدوى، خصوصا من الدول التي لم تتعافى تماما كإيطاليا وإسبانيا وهولندا ودول عديدة أوروبية. أنا أتحدث على المستوى الأوروبي، يعني حتى اليوم ظهرت حالات أكثر من 50 حالة في إيطاليا، معناها أن هناك في الصين، فبالتالي هناك احتمالات لعودة المرض، فبالتالي يجب أن تكون هناك إجراءات حذرة وتعاون وعملية مد جزر في التعاطي مع العملية، ولكنها مجازفة كبيرة. ماذا تقصد بالإجراءات الحذرة أستاذ عبد اللطيف؟ يعني أخذ الإجراءات الاحترازية من لبس كمامات إلى آخره أم إجراءات أخرى؟ طبعا على سبيل المثال حاولت اليونان أن تفرض على الزائرين السائحين خاصة حتى من الدول الأوروبية أن يجروا يعني فحص خلال 48 ساعة من وجودهم في بلدهم، ويجرى لهم فحص آخر في مطار أثينا، ولكن برضو الاتحاد الأوروبي لم يسمح بذلك لأنه يعتبره يقيد حقوق المواطنين في الحركة. فبالتالي عملية التباعد الاجتماعي وطريقة تقديم الخدمات للسائحين واستقبالهم في المطار يجب أن تأخذ محاذير وخطوات مختلفة عما تعودناه عليه من الآن صاعدا، يعني البعد بين الشخص والشخص، حتى الذهاب إلى شباك التذاكر وكل إجراءات السفر التي تحدث في المطار أو في الطائرات، وأيضا الشركات الجوية يجب أيضا تأخذ محاذيرها. هناك يعني مسائل مجازفة، ولكن عملية الاقتصاد، الضغط الاقتصادي تجبر الدول. صحيح، يعني حتى الشعوب في الدول الأوروبية هي تطالب حكوماتها بفتح الاقتصاد. دائما المواطن لا يرى اكثر من، للاسف يعني العديد من المواطنين لا يرون اكثر من حاله ارتفاع الاسعار او لا يرون من حاله تقييد الحريه، لكن الدوله هي كمان الام تعتبر ايضا نظراتها استراتيجيه في التعامل مع الامور. يعني صاحب المهن الصغيره او المحلات المؤسسات الصغيره المتوسطه لا يعرفون ما يحدث في الدوله كدوله او في قاره اوروبا او في الاتحاد الاوروبي، يعرفون ان دخولهم قلت او نقصت لاشهر طويله وانهم يعانون من عمليه من الدخل،
فبالتالي لا يرون أكثر من هذا، ولكن الدولة ترى أكثر من ذلك لأنها تشرف على كل الأمور الحياتية للمواطنين. ولكن المسألة ليست بسيطة، ولكن يجب أن نتعامل بحذر مع هذا الموضوع. والمواطنين يريدون فتح الحدود لحرية الحركة، لرفع الدخل القومي والدخل الفردي، ولكن هذه أيضا مجازفة، فنحن نضحي حاليا بمحاذير بسبب الضغط الاقتصادي. يعني هناك من يرى انه يعني في ضروره لفتح الاقتصاد، يعني نحن نبحث الان عن لقاح، عن مصل، عن دواء، كل هذا من المتوقع بعد ان تنتهي الابحاث ان ياخذ اشهر يعني طويله كي يصل الى اي مواطن في اي مكان في العالم، فهو من غير المعقول اغلاق الاقتصاد كل هذه المده الغير محدده والغير معلومه. بالتأكيد طبعاً هي مشكلة كبيرة، ولكن أيضاً يعني يجب أن تكون عملية البحث عن اللقاح ودعم المؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الطبية لإيجاد لقاح موازية مع الإجراءات. صحيح. ولكن الإجراءات لا يمكن أن تعود حياتنا إلى ما كانت عليه ما قبل كورونا، لأن هناك محاذير. نعم تفتح الحدود، ولكن بمحاذير وقيود وأيضاً بإجراءات مختلفة وجديدة. لذلك يجب على كل المؤسسات والدولة أن تدرب مواطنيها في التعامل مع الحياة الجديدة، في تقديم الخدمات وتقديم البضائع أو إنتاج البضائع. فبالتالي هناك يعني حتى إلا أننا ليس إلا يكون يعني حتى دول التي رفضت في البداية كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اتخاذ إجراءات دفعت الثمن. يعني أمريكا ضحت بأكثر من 100 ألف شخص، وبريطانيا أكثر من 40 ألف شخص. فهذه النظرية كانت خاطئة. إنما نعم يفتح الاقتصاد إن بمحاذير وضمن قيود يجب أن يتقيد بها المواطنين والمؤسسات، وإلا فإن احنا أيضا سنعود إلى نقطة الصفر، وهي نقطة مكلفة جدا للاقتصاد ولحياة الأفراد. كيف تأثر الاقتصاد اليوناني بهذه الجائحة؟ بالتأكيد الاقتصاد اليوناني تبدأ السياحة في الهاي سيزون أو المنطقة في هذه من إبريل، فنحن من إبريل حتى هذه اللحظة لم تفتح الحدود. فتخيل أن الدخل القومي اليوناني، العديد يعتقدون أنها 10 إلى 12%، الدخل القومي اليوناني من السياحة حوالي 30%. فبالتالي هو العديد من المليارات والعشرات من المليارات خسرتها اليونان. تأثرت كثيرا، هناك العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من الدخل، وتم أيضا ارتفاع نسبة البطالة في اليونان وفي الاتحاد الأوروبي نتيجة ذلك. ولكن يعني كما قال رئيس الوزراء، نحن الآن تفتح الحدود رويدا رويدا، وأتمنى أن يعني أن نصل إلى مرحلة عودة إغلاق مناطق وإغلاق الاقتصاد نتيجة هذه المجازفة. ما رأيك في خطة الاتحاد الأوروبي التحفيزية لاقتصادات دول أوروبا وهي بمليارات اليوروهات؟ طبعا الاتحاد الأوروبي دول يهمها حقوق الإنسان، يهمها الدخل القومي، والدعم كان في مكانه. الدول المتضررة للأجهزة الطبية، مؤسسات الطبية يعني، وكذلك للمؤسسات المتضررة هناك مبالغ هائلة ستقدم للأفراد، وتم تقديم على سبيل المثال في اليونان وفي عديد من الدول مبالغ نقدية للأفراد والمؤسسات. سيتم تحفيز الاقتصاد من خلال على المدى البعيد حوالي 2 تريليون، وعلى المدى القصير حوالي 750 مليار، تقدم على شكل إعانات ولا على شكل قروض ميسرة. ويعني هناك أيضا قرارات للاستراع في تقديمها وتجاوز كل الإجراءات البيروقراطية التي يمكن أن تمر بها. هي حكماء في هذا الموضوع، ويجب تحفيز الاقتصاد وإلا سنواجه أزمة كبيرة. أخيرا أستاذ عبد اللطيف، يعني أريد أن أتعرف منك على الوضع الآن في اليونان فيما يتعلق ب يعني الإصابات والمتعافين والوفيات. نحن حاليا توصلنا تقريبا وصلنا إلى من يعني إلى نقطة الصفر في عملية يعني بروز ضحايا أو سواء وفيات، أو إلى يعني لعدة أيام لم نواجه أي حالة وفاة. أيضا انخفض بشكل صفري معدل الإصابات الجديدة، ولكن من فترة لفترة تظهر حالات بؤر. يعني الوفيات حوالي تقريبا 150 ل 160 شخص فقط. الإصابات كانت تصل إلى حوالي إلى 2000 شخص طوال الفترة نتيجة الإجراءات الحادة والمبكرة اتخذتها الحكومة، جابت يعني نتيجة. ولكن أيضا
ظهرت لدينا آبار نتيجة عودة العديد من اليونان من الولايات المتحدة الأمريكية ومن ألوان من المناطق الموبوءة، أدت إلى ظهور على سبيل المثال بؤرة في منطقة كسانتي بحدود تقريبا 15 شخص جديد، وظهرت أيضا أمس 21 شخص. فهي تطلع يعني في صعود ونزول، ولكن نعم لحد هذه اللحظة أنا أعتبر ما يحدث في اليونان من إصابات ومن ضحايا نحن في المرحلة الصفرية نتيجة الإجراءات الحادة والمبكرة اتخذتها الحكومة، وهذا تشهد لها بنجاح. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وهذا التحليل أيضا أستاذ عبد اللطيف درويش المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من أثينا.